اسمه الصفه بس اسمه الصفه مش اسمها كله. السلام عليكم، انا السيده بن عمر حبيبه، رئيسه وداديه الاخاء في حي النخيل. وحي النخيل كما كتعرفوا عندنا في طريق عين سمن، راه فيه 7 وداديات، 6 وداديات ديال العمارات وودادية ديال الفيلات. وحنا انا غير في لا ترونش ديالي عندي 14 موبل، فيها 174 شقه. اذا حنا عندنا تقريبا 5000 نسمه في الحي. 5000 نسمه؟ 5000 نسمه في الحي، في حي النخيل كله. نعم. وهذا الحي، هذه الوداديات كتسهر، هذه من النهار اللي سكنوا وحنا كنسهروا، وكل شقه كتعطي 100 درهم، دايرين العصه، دايرين الجرادي، كنصوبوا الكاميرات، صبغنا الواجهات، يعني حنا نقطه بيضاء في ديك المنطقه ديال عين سمن. وحنا مكلفين بكلشي، حتى الحي كنشطبوه، يعني حنايا حتى الشركه ديال الزبل كتجي كتصيب كلشي مجموع في الصال وتهزو وتمشي. حنا هاد الناس اللي تعدوا عندنا الشكوى، والله انهم ورغم على اننا عندنا الصوار ديالنا وعندنا الكرياج ديالنا، حنا دائما كنتعرضوا لزاكغيسيون، دائما وليداتنا كيتنتفوا اللي عندها بورطابل، دائما كاين عندي انا ديور لان عندنا صحابي الخارج كيتسرقوا، وعندنا هاد المسائل هادي. دابا مؤخرا هادوك الناس ديال عين سمن بغاو يديروا الفتنه فينا، انهم رغم اننا حنايا في العشيه كيجوا تبارك الله بوليداتهم معمرين تما ويلعبوا كما بغاو، ما كنهضروش معاهم وكيوسخوا، ولا غدا العساسه كلشي كيشطبوه وكينقيوه. ولا جيتي دير واحد التصاور في ديك الحي في الصباح ان كلشي الحمد لله بخير وعلى خير. وعندنا تبارك الله الناس اللي في الدويرات ديالهم شاريين لهم وليداتهم، كيشري لباه ويماه ويجيب لها النفقه ويجيب لها، علاش؟ لان عندنا الامان، كيخرجوا الناس حيت عندنا الديور ما عندناش كبار، عندنا لي زابارتومون صغار، كيخرجوا في العشيه ويجلسوا، واللي كيهبط وليداتو بالبسكليطات واللي كيدو، ما عندناش متنفس، ما عندنا دور الشباب، ما عندنا ملاعب يلعبوا فيها الشباب، عندنا هادشي كله. ابرز المطالب ديالكم، اهم المطالب. حنا المطلب الرئيسي هو ان هذوك السكان ديال عين سمن جاوا سيدي وطيروا لنا واحد وريبوا لنا مع صلاه الجمعه والحي الناس كلها في المسجد، وريبوا لنا واحد الصور بحجه على انهم يدخلوا. لاش غادي يدخلوا هاد الناس بحجه على انهم تسهل لهم السرقه والنهب ويطلعوا للصحه يجمعوا التصبيح؟ لان حنا كنعانيو الامرين هذه سنين، رغم الحراس ورغم السياج. وحنا هذاك السياج وهذاك الصوب عندنا في 2001 كانت داس واحد لجنه وبغات تجمع تيزولنا الكرياج، بغات تجمع تيزولنا الكرياج، وجات السلطه وجا الباشا وجات جميع السلطات ودرنا ان بي في، وراه عند السلطه على ان حي النخيل ديال التجمعتي كلوتيغي بالسياج وبالصور. دابا حنا اللي كنطالبوا هو اننا نبنيو الصور، ما غيمكنش حنا هاد التضحيه كلها وهاد اللي بنينا كله في ديك الحي مشي هباء المنصوره، ونحنا كل واحد دابا بقوه الخوف والرعب، لانهم عندهم غير السيوفه، عندهم غير الجناوه، عندهم هاللي تيتاجر في المخدرات، هاللي عنده السرقه الموصوفه، ومطلقين تما مع السلطه شنو دايره معاهم. ولكن حنا تنطلبوا الحمايه ديالنا ونبنيو الصور في اي وجه كان، هذا هو المطلب الرئيسي، لان حنايا خسرنا دمنا في ديك الحي وما غاديش يسمحوا فيه وما غنسمحوش في الصور. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد الفغوف، فاعل جمعوي وساكنه حي النخيل. الخطير في الامر ان الساكنه مفرقه جوج ديال كاين الساكنه كتقول لك ان نتخذوا الاجراءات القانونيه ونتصلوا بالمسؤولين، ولكن كاين واحد النوع ديال الساكنه كيقول بما ان الصور طاح بطريقه غير قانونيه فحنا غنبنيو بطريقه غير قانونيه، غنتخذوا الاجراءات ديالنا، غنشيو المواد البناء ديالنا وغنبنيو. الا كانوا هاد المسؤولين استقبلونا بلا مبالاه فحنا غنخليو المسؤولين يسولوا فينا. وشكرا. شكرا جزيلا. الله يخليك. غادي نزيدك واحد النقطه اساسيه، واحد النقطه اساسيه، هادي من نهار الجمعه اللي راه بالصور وهبطنا للولايه مجموعه ديال الساكنه وما استقبلناش حتى سعاده الولي، استقبلنا النائب ديالو او واحد من الاداره ديالو، وعطانا عهد قال لنا راه غادي تدوز لجنه تما نهار الاثنين وغادي تشوف في الامر، وغادي يا سيدي غادي يبنيو لكم الصور غادي ديروا اللي بغيتوا. وحنايا عاوتاني كان عندنا لقاء مع الباشا، كان عندنا لقاء، قال لك يا سيدي هذيك اللجنه اللي دازت وهذا الصباح حنا هذا اللي هذا النهار الاثنين حنا من 10 وحنايا عند الباشا دزنا عاوتاني، قال لك عند سي بوحرشه اللي رئيس رئيس المقاطعه. وحقيقه ان الاجتماع دازت اللجنه
وجميع الساكنه راه كانت مجموعه، لان الناس راه على حافه حفره، الناس راهم شاعلين، احنا ما بغيناش وليداتنا يتقاتلوا بالمواس معاهم، يتقاتلوا بالجنه واش يمشي للحبس واش يمشي للسبيطار، احنا بغينا يعني احنا الحمد لله سكان حي النخيل حضاريا مثقفين واعيين عارفين بالقيمه ديالهم، وكنمشيو للمسائل القانونيه، احنا هاد السلطه اللي عطاتنا لا مبالاه، وشنو هو هاد البافي اللي قالوا لنا حقه، احنا ما غادي نقلبوا على البلان في سميتو في لاجونس اوربان وغنقلبوا على البلان في البلاصه الفلانيه ونطوندو عاد باش نعطيكم الحل، حنا ما غنتهضروش، حنا غنبنيو السور بالدم باش حنا غادي حد غادي يقول لك غادي يدوز تما الطريق ولا غادي يديروا لنا تما غادي يديروا شنو بغاو. مصطفى الزيزي من الساكنه ديال حي النخيل، فالعمل تاجر، هاد الناس هادو ديال حي النخيل فهما بالفعل تيعانيو تيعانيو المر من الاطراف اجمعين، لانه هذا دائما الحمد لله فاش تنوصلوا الانتخابات تنوصلوا والا تيديروا واحد الفعل اللي هو غير معقول دائما دائما. فجينا عند السيد الوالي ما استقبلناش، السيد الباشا تيهضر بواحد الاسلوب اللي هو البلون داميناجمون ما لقيناش، واش هاد البلون داميناجمون ما كاينش في الوكاله الحضاريه، البيرمي دابيتي اللي عطى اللي بنا هذا المقر هذا واش تعطى بدون كوميسيون بدون هذا الصور هذا، واش ما شافوش هاد الناس هادو؟ ولا حول ولا قوه الا بالله، انتم كتشوفوا هاد الناس هادو، انتم كتشوفوا هاد الناس ديال حي النخيل اللي هما الناس الشرفاء واللي هما الناس الحمد لله وليداتهم مربيين على مستوى عالي، وما بغاوش يكونوا على هذا الحافز ما بينهم وبين هاد الناس هادو، لانه تواطؤ كبير ما بينهم وبين هاد الناس هادو، لانه كانوا بالحجار وتضاربوا ديال بزاف ديال الامور. وشكرا. السلام عليكم، عصام فكري فاعل الجمعاوي. كما كتشوف حداك الساكنه حي النخيل متضرره وجايه تطالب بحقها، وتشوف شكون في هذه البلاد، بلاد الامن والاستقرار، بلاد الامان، البلاد ديال سيدنا محمد السادس الله ينصرو. عاش الملك، عاش الملك، اللي تجرأ، شكون اللي تجرأ وجا وخدا الانيسياتيف وهرس الصور ديال مجمع سكني، الناس شاريين دويراتهم، ناس بسطاء، ولاد عائله، عيالات ورجال ودراري صغار وبنات شاريين دويراتهم، مير كلوتور بالحيط مشدود، يجي واحد اخر يزول السور باش يدير فينا اللي بغى، خصنا نعرفوا واش هاد المسؤوله تاخذ الانيسياتيف وتقبط ودير اعمال في خاطر هاد الناس هادو اللي داروا لنا هاد الشيء، وتاخذ قرارات زجريه حيت حرام واحد قال صدر وتجي تهرس له السور وتدخل دير فيه اللي بغيتي، كناشدوا السلطات، كناشدوا جلاله الملك، هاد الشيء بزاف وهاد الشيء حرام، وخصنا اللي يوقف معانا، ما خصناش نبقاو نهبطوا ديما هكا ونرجعوا هكا ويردونا بكلمه وبجوج. الله يجازيكم بخير وشكرا. رحنا رجعنا مهددين يا سيدي، رحنا رجعنا مهددين، رحنا ولادنا كيهضروا عليهم الهضره الخايبه، ولادنا ما بغيناهمش يضاعوا بالسيوف والسكاكن والعوافي وطاح عليهم الصوار، ولادنا يمشيو يتحشاو في الحباسات. السوق بغيناه يجي عن قريب نطلعوه نطلعوه يرحم الوالدين. شكرا شكرا. حتى حنا الناس الكبار كنخرجوا نلبسوا تما، ما عندنا صحه لا باش نخرجوا ولا باش نمشيو نتسارى ولا والو. احنا عاش الملك.